هي جرعة جديدة لإنعاش الصناعة الجزائرية والاقتصاد الوطني. وحدة إنتاج الغازات الطبية والصناعية رايان أوكس بالمنطقة الصناعية بطي وولاية وهران تدخل حيز الخدمة. مشروع استراتيجي لمستثمر خاص راودته فكرة إنشائه قبل الجائحة وأصبح واقعا أثناءها. الاستثمارات في هذا الميدان كانت ناقصة لأنه لازم نكونوا الناس اختصاص ومختصين في هذا الشيء، مش غير رواح نقول بلي اليوم غادي ندير اوكسجين، لانه فيه تكنولوجيا كبيره والميتريز دو لا تكنولوجي ديغيغ. جبنا احسن التكنولوجيا في العالم، من احسن واخر تكنولوجيا في العالم اللي جبناها في المصنع تاعنا بالخبراء واحسن الخبراء اللي جبناهم، ويكون عندنا ان شاء الله ماده الاكسجين وماده الغازات الطبيه الاخرى اللي هو البروتوكسيد دازوت والسي او 2 وكل الغازات هذه ان شاء الله لازم لها تكون في أحسن الحالة وفي جودة عالية إن شاء الله. بالإضافة إلى تقنيته العالية وأجهزته التكنولوجية المتطورة، يطمح مصنع رايان أوكس إلى إنتاج غازات طبية بمقاييس عالمية وكميات تسد حاجيات السوق الوطنية. وهنا دعونا نترك لغة الأرقام تجيب. وحدة فصل الهواء لإنتاج غازات الهواء وخاصة الأكسجين الطبي بسعة 100,000 لتر يوميا، وحدة إنتاج بروتوكسيد الأزوت بطاقة إنتاج تبلغ 1 طن يوميا، وحدة إنتاج CO2 بطاقة 10 أطنان يوميا، وحدة إنتاج الأسيتيلين بسعة 1440 كيلوغرام يوميا، وحدة تعبئة الأسطوانات ومخاليط الغازات الطبية والصناعية بطاقة تعبئة تبلغ 5,000 أسطوانة يوميا. طاقات إنتاجية وعلى رأسها الأكسجين سيتم توجيهها حاليا نحو مستشفيات الوطن لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بوباء كورونا وكبح جماح موجته الثالثة. 100,000 لتر اللي اتخذنا الكميات اللي رانا ناخذوها لهذه الايام، عندنا نقص 50,000 إلى 60,000 لتر يوميا من منطقة الغرب اللي هي 17 ولايه من ولايه عين دفله الى ولايه تندوف، ويبقى لنا هذاك الزائد تاع 30,000 إلى 40,000 ان شاء الله نقدر نوزعوا حتى على المناطق الاخرى اللي متضرره. احنا قالنا جزائريين كل ان شاء الله نقدر نعاونوا اخواننا في كل المناطق الجزائريه وناخذوا منها حتى 30,000 إلى 40,000 لتر الى كل المناطق، مناطق الوسط، مناطق الجنوب وحتى الشرق. سيتان كريوجينيك احنا رانا شغالين بهم ديجا، اون اون تران دو ليفري الاكسجين لكل ولايه الغرب بالخزانات تاعنا المتنقله، وعندنا خزانات، عندنا فايت خزانات بقدره استيعاب 100,000 لتر اللي نقدروا نقلوها يوميا ان شاء الله. عندنا اكثر من 10,000 قاروه اكسجين للمرضى تاعنا، وكاين شاحنة، كل الأمور اللوجستيكية مجهزة، كل الموارد البشرية مجهزة، وإن شاء الله نكونوا في الموعد ونقدروا ندوا المرضى تاعنا المستشفيات والعيادات تاعنا، نمدوا لهم هذه المادة اللي راهي جد استراتيجية في هذا الوقت، وحتى بعد هذه الجائحة كما راكم ذكرتم نكونوا إن شاء الله في الموعد ونعطوا خدمة. الأهم شيء في الجزائر هو اللي عندنا احنا لا استراتيجي تاعنا سيكون مدوا خدمة للمريض الجزائري، ماشي غير الاكسجين. الاكسجين سيفرين مدوه، بصح انا هذيك تاع المشاهد اللي يجي والمريض يقعد يقارع في الاكسجين ما كايناش. ان شاء الله يولي غي كوموندي وتوصل له القاروره تاع الاكسجين وندربوه ونعلموه كيف يستعمل هذا الاكسجين، شو مالا مخاطر تاع الاستعمال تاع الاكسجين، وباي اي 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 طريقه يستعمل هذا الاكسجين باش يكون ان شاء الله في هذا هو خدمه. الخدمه هي اهم شيء. ولما يمثله هذا الاستثمار من ثقل وأهمية، وقف وزير الصناعة أحمد زغدار مرفوقا بوزير الصناعة الصيدلاني عبد الرحمن لطفي بن بحمد على انطلاقة وحدة الإنتاج هاته، حيث تم التأكيد على دعم الدولة لمثل هذه الاستثمارات التي تشكل الأمن الصحي للبلاد ومستقبل اقتصادها. دخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج سيسمح بتعزيز الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية والاستراتيجية في الوضع الصحي الراهن، حيث سيغطي احتياجات المستشفيات في ولاية الغرب حتى الوسط. أعليكم أيضا بأن هناك مشاريع أخرى مماثلة يتم تجسيدها حاليا مع السيد وزير الصيدلانية، حيث تعمل وزارة الصناعة على مرافقة هذه المشاريع وكذلك وتيرة إنجازها حتى تدخل مرحلة الإنتاج في أقرب الأجال، وذلك بالتنسيق مع قطاعات أخرى على غرار قطاع الصناعة الصيدلانية، وكذلك كما تطرق زميلي خاصة القطاعات التي شاركت في هذا الإنجاز، خاصة وزارة الطاقة ووزارة الخارجية في عملية تسهيل وجود الخبرة الأجنبية من أجل الانطلاقة. كل هذه المشاريع التي دخلت حيز الخدمة والتي ستدخل قريبا إن شاء الله سمحت بمضاعفة الإنتاج الوطني من الأكسجين الطبي مقارنة بالسنة الماضية.
أريد أن أشير أيضا إلى انخراط مصانع الحديد والصلب في هذا المسعى من خلال توجيه إنتاجها من الأكسجين الصناعي إلى المستشفيات بعد تثبيت مطابقة المعايير المطلوبة للاستخدام الطبي. منذ زيادة الطلب على الأكسجين، هذه المصانع المتواجدة مثل توسيالي وكذلك أكياس مصنع الحجار، وهنا ألفت انتباه أن مصنع أكياس كان في بداية على أساس قبل شهر ونصف حوالي 40,000، اليوم ضعف الإنتاج تاعه والبارح وصل إلى 100,000 لتر في اليوم. هذا معناه ما يغطي حجم إنتاج كبير، الحمد لله، ما يغطي تلبية كل احتياجات المستشفيات وكذلك النسيج الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، هناك هذه المصانع برمجت عمليات التخزين بعض الكميات المنتجة في شكل عبوات في مثل بالنسبة للأكوياس ومثل حتى بالنسبة لريان. هذه الكميات المنتجة بالإضافة للكميات المنتظرة بعد دخول المشاريع المبرجة، مرحلة ستسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية من مادة الأكسجين وتخفيف الضغط على هذه المادة في ظل هذه الجائحة. اليوم تواجدنا الحمد لله هذه مادة استراتيجية، إذا فرحة لكل أهالينا ومرضانا، إن شاء الله يرفع عنا هذا البلاء والوباء، وفي نفس الوقت هي فرحة لهذه الولاية بهذا المصنع. ففي إطار التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية والتي شدد من خلالها على تسريع إجراءات رفع إنتاج الأكسجين لتلبية الطلب وتغطية الاحتياجات الوطنية، وضمن مجموعة الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها وفقا لتوجيهها السيد الوزير الأول من أجل توفير مادة الأكسجين والاستجابة للطلب المتزايد نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، فإن وزارة الصناعة الصيدلانية وفي إطار مخطط عمل قطاعنا الوزاري تم وضع مجموعة تدابير تسهيلية جد هامة ترمي إلى تسريع إجراءة الدعم المنتجين المحليين في هذا المجال لتغطية السوق الوطنية وتحفيز الإنتاج، واللذان يعتبران كأولوية من أولويات قطاعنا. والدليل حضورنا اليوم في هذا الموقع، حيث وبعد رفع جميع عراقيل نشاطات هذه المؤسسة الإنتاجية من طرف قطاعنا الوزاري من خلال التبسيطات المحققة في تسريع إنشاء هذه الوحدة الإنتاجية والتسهيلات المكرسة لتنقل التقنيين الفنيين الأجانب لاستكمال التجارب التقنية النهائية على المرحلة الأخيرة من بدء تشغيل الوحدة، وكذا تسهيل حصول المؤسسة على الترخيص المسبق للإنتاج وتعبئة الغازات الطبية. لا يفوتني أن أشير أن هذه الانطلاقة جاءت بعد تضافر جهود معتبرة وفي إطار تنسيق وتضامن حكومي لعدة قطاعات. ومن هذا المنطلق، فعمال ومسير مؤسسة رايانوكس تقبلوا التحدي من خلال ما بذلوه، ولا يزالوا يبذلون من جهود تسريع وتيرة تشييد هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة جدا لا سيما من الضعف الصحي الراهن. فالقدرات الإنتاجية لهذه الوحدة ستساهم في تلبية احتياجات الأكسجين، وهي مجهزة بوسائل تكنولوجية على غرار ما هو معمول به على المستوى العالمي. كما تتميز وحدة رايانوكس بطاقة تخزين كبيرة تبلغ المليون لتر من الأكسجين السائل.